اللهم لك الحمد، جزاكم الله خير، تبنيتوا مبنى الفصول الدراسية. الآن نريد أن نستكمل آخر مكونات هذا المشروع في هذا المركز الكبير، وهو استكمال سكن اليتيمات والطالبات. همتكم معانا وجزاكم الله خير. مركز إسلامي للبنات في كمبوديا هي من ضمن المشاريع المتميزة، وهي الوحيد من نوعها في كمبوديا، فساعدونا في إنشائها وجزاكم الله خيرا.